كيف بنحصل على بودرة الليمون للحلويات؟ نصيحتي لألكن احفظوا قشر الليمون فترة 48 ساعة، جففوه، رجعوا طحنوه على المكنة واحفظوه بمرطبان لوقت الاستعمال. بدنا مصلحتك. بونجور، كيفك سافا؟ قديه بتسمعوا هيدي الجملة؟ نحن بنقول قديش للأسف الشديد يعني صرنا كثير عم نخلط بلغاتنا. صحيح انه نحن معروفين انه بلد مش بيلانج بس تريلانج واكثر، بس للاسف واحد لازم يضل يفكر قديش مهم المحافظه على اللغه وخاصه لغته الام اللي هي اللغه العربيه اللي هي لغه كثير صعبه. اليوم مركز بيت اللغه من بعد تاسيسه لموقع اصحابنا من حوالي 7 اشهر، اليوم رح نتعرف اكثر كيف ابتدى العمل وصولا للموقع اللي صار على الارض وموجود بين ايديكم اذا فتحتوا وفتوا على هالموقع على الانترنت. اليوم ضحى الاسعد وهي المديره التنفيذيه لمركز بيت اللغه موجوده معنا لتعرفنا اكثر عن هالموضوع. ضحى صباح الخير. صباح الخير، واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. موضوع كثير مهم لانه للاسف عم نلاحظ قديش يعني ما عم يكون واحد مزبوط متمسك بلغته وخاصه اللغه العربيه الصعبه كثير، وكمان عم نلاحظ قديش الاولاد عم يفقدوا هالحس بالنسبه للغه العربيه وصاروا هيك بيعتبروها انه ايه بيلقطوها بالبيت بعدين، مش مشكل نحن نحكيهم فيها او مش مشكل نقدم لهم امور تقدر تسهل لهم كمان انه يقدروا يلقطوها ويتعاملوا فيها بحياتهم اليوميه وحياتهم العمليه ايضا. كيف ابتدى مشروع مركز بيت اللغه من 4 سنين؟ مركز بيت اللغه مثل ما الاسم بيشير هو مركز يعنى بشؤون اللغه العربيه، تأسس ببيروت من 4 سنين تقريبا. نحن مهمتنا الرئيسية الدفاع عن اللغة العربية، ليس فقط من الناحية النظرية ولكن أيضا من الناحية التطبيقية. بالنسبة لنا نحن نرفض فكرة أن اللغة تموت وتتعرض للانكسار مثل بيقولوا، يعني دائما بينعتوها بصفات سيئة. بالنسبة لنا نحن نرفضها رفض قاطع، ولذلك عملنا على مشروع بيساعد على إيصال اللغة العربية إلى التلميذ وإلى الأستاذ كمان بنفس الوقت بطريقة سليمة ومحببة ومبسطة أيضا ومغرية. ومغرية أكيد، هيدا الكتير أساسي لأنه بنعرف قديش الأولاد أوقات ما بيركضوا بيشتروا كتاب عربي أو كتاب باللغة العربية ليقروه مثلا، لأنه بيعتبروا أنه الكتاب باللغة الأجنبية هيك بيغريهم أكتر، يعني إن كان الشكل والكفر وغيره أو أوقات في اشياء انتراكتيف بتكون اكثر فيها. هيدا اللي انتم عم تسعوا له اكثر، انه يكون في هالتواصل كمان بين اللغه العربيه نفسها وايضا الطالب من هو صغير لحتى يكبر. وهون ابتكرتوا هالامور. صحيح، هلا في اسباب هي بترجع انه الطالب ما بيحب يدرس لغته. اولا في اسباب عديده، يمكن اذا بترجع الى التنافس الحاصل بين الدول المتقدمه، هناك اعتماد على الثروه البشريه، والثروه البشريه هي متكله اصلا، هي الثروه هي اللي عم نحكي عنها، تلقي التعليم مميز بالمرحله الابتدائيه انطلق من فكره تحبيب التلميذ بلغته الام، فهذا الامر بينعكس على الفرد بشكل عام، ولما ينعكس بيقدم احسن انتاج وبيوثق بنفسه بالطريقه بالدرجه الاولى، لما يوثق بنفسه بيحقق انجازات للمستقبل. هي الخطط اللي اعتمدتها الدول الاخرى والمتقدمه. بالنسبه لنا نحن اللغه العربيه بالنسبه للجميع هي يمكن تحصيل حاصل، وحتى الاستاذ بيقدمها بطريقه يمكن كما الكتب، وطبعا في اساتذه كثير مبتكرين ويعطيهم الف عافيه، ولكن الكتب يمكن ما عم تساعد كفايه لتوصل الرساله كما يجب. لذلك اتى دورنا لحتى نستعين بالتكنولوجيا ونقدم اللغه العربيه بقالب جميل وجديد بوائم وبواكب العصر اذا فينا نقول. فبهالحاله هيدي تاكدنا انه قضيه التعليم لا تقتصر فقط على التربيه، وانما تقتصر بظل ثوره المعلوماتيه والتكنولوجيه. صح. وبظل ايضا تعرف هلا السوشيال ميديا وسهوله وسرعه الاتصال والتواصل، بظل هذه الثوره جعلناها تتوائم مع اللغه العربيه، وتاكدنا بهالحاله انه التلميذ لما يدخل الى هذا العالم المميز من اللغه العربيه حيحب لغته، حيفوت على يكتشف بوابه جديده. واعتمدنا اصلا اساسا المنهج التعليمي بالموقع على هالاساس، هذا انطلقنا وتاكدنا انه التلميذ حيكون هو الشريك الرئيسي بعمليه تغيير الفكره السائده حول اللغه العربيه. هو اسمه لحاله كمان الموقع اصحابنا ما موقع بخوفه، يعني لانه بحس انه اسم اصحابنا المفروض يكون شخص محبب لقلبه، يعني بس يكون واحد عنده صاحب لقلبه او رفيق، هذا شخص قريب منه وبده يكون يعني مش حاسه انه شيء بعيد او شيء مخيف. عنده اهتمامات مشتركه، عنده اهتمام كثير مشترك هو وياه، يعني من هون يعني كمان فكره تسميه الموقع اصحابنا وكمان ادخاله ان كان بمجال التربيه على صعيد الاكاديمي على صعيد المدارس او حتى على الصعيد اليومي
بين ايدين الطالب بالبيت يعني كمان او حيلا ولد، قديش فعلا اشتغلتوا على تعزيز هالفكره بعقول الاولاد من هن وصغار لوقت اللي بيكبروا؟ نحن بالبدايه قلنا عم نشتغل على الموقع وراء الكواليس تقريبا شيء 4 سنين، ولكن قلنا اونلاين تقريبا شيء 8 اشهر. من خلال لمسنا الفرق الواضح او بالنهايه الفكره، التعطش نحو الحاجه لهيك مشروع. المدارس فعلا رحبت بالفكره، وفي مدارس دغري باشرت ادخلته الى المنهج وساهمت ايضا بنشر الفكره، لانه بالنسبه لهم الاساتذه استعانوا فيه هو اظهار المنهج الدراسي باللغه العربيه بطريقه محببه، اي بالالعاب بينتقلوا من مرحله الى اخرى، بيصيروا يتنافسوا بين بعضهم، يعني عنصر التنافس موجود، ولكن بنفس الوقت عم يدرسوا، بيدرسوا قواعد املاء، فهم نص، نشتغل على مهارات التفكير الدنيا لنطلع لفوق لمهارات التفكير العليا، لنوصل للتحليل، يعني نبدا بالمعرفه بالقراءه لنوصل بعدين للتحليل، تحليل الجمله. وهذا الامر يعني قلنا صحيح 4 سنين عم نشتغل، وايضا اشتغلنا على فكره تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها، اردنا ان توصل اللغه العربيه مش لتكون لغتهم الام يعني، اردناها توصل للعالم باجمعه. فبهالحاله هي كمان قسم منا انه اردنا نركز انه اللغه العربيه لغه فرح وحياه وتواكب العصر، ليست لغه ميته بالنهايه. اكيد فاردنا انه كمان من عبر عملنا لغير الناطقين بها نوصل من بدءا من الحرف انطلاقا بالكلمة وصولا إلى الجملة، فكيف يحللوا باللغة العربية، كيف يتخاطبوا، وذلك عبر وسائل عديدة، أخذنا يمكن الأفلام، الألعاب، وسائل تكنولوجية مبتكرة، حتى هناك أيضا السوشيال ميديا اللي هي عنصر رئيسي اعتمدناه. بتعرفي هلا نحن عصر السوشيال ميديا واعتمدناها تتكون سوشيال ميديا تربوية، ففكرة كتير جديدة ومحببة أصبحت عند المدارس. طب من أي عمر عم تشتغلوا ضحى؟ يعني كأعمار وكصفوف كمان دراسية؟ عم نشتغل للمرحلة الأساسية، عم نحكي صف الأساسي الأول إلى الأساسي السادس، هذا هي خطتنا هلأ حاليا، لأنه منآمن أنه المرحلة الابتدائية الأساسية هي المرحلة المثالية لغرس المعلومات بقلب وعقل الطالب، من خلالها بيتاثر، بيحب، يمكن بيكون جاهز اكثر شيء كمان هو مزبوط، يعني مثل نبته عم ترويها لبعدين تنبت لبعدين وتزدهر. فبالنهايه نحن اردنا انه يحب لغته منذ الصغر، وعلى اساس نحن واكبناه منذ الصغر ويكبر بكل صف ورا الثاني لحتى يقدر يتفاعل باللغه العربيه بشكل سليم وصحيح. بيقولوا بهالعمر بيكونوا مثل السفنجي، يعني بياخذوا كل شيء وبيمتصوه وبيخلوه معهم بذاكرتهم. طب هون عم بيشتغلوا عليه بالمدرسه مثل ما بلشتوا تتعاطوا مع عدد من المدارس وعلى الصعيد الاكاديمي، انما الولد اللي بيشتغل على هذا الموضوع بالمدرسه يعني بيكون عم بيتعاطى مع اساتذته، مع تلاميذ اصحابه بالصف، كيف ممكن كمان يكفي هالتواصل مع موقع اصحابنا بالبيت او كمان بحياته اليوميه كمان الولد؟ هلا نحن في عندنا صفحتين للموقع، صفحه للاستاذ اللي هي مثل دليل المعلم، صفحه اخرى هي للتلميذ بيقدر يشتغل فيها من المنزل، وهي الصفحه هي بتجي تقريبا مثل مراحل، بينتقل المرحله الثانيه ومبروك لقد انجزت هذه المرحله رح ينتقل لمرحله اخرى، لذلك فيها نوع من التحدي. هذا الامر ما حيتطبق بالصف، ولكن حيتطبق بالصف صفحه المعلمه حتقدر تستخدمها صفحتها، حيث فيها تتبضع اذا بدك المواضيع او الموضوعات اللي هي بتحبها وبتقدر تعرض لهم اياها، وهناك في مشاركه بالصف، بيكون في بتعرفي هلا اللوح الذكي بالصفوف اجمالا، وان ما وجد اللوح الذكي في يكون اي لابتوب بسيط بيقدر يشتغل عليه الموقع، مع الاشاره انه الموقع ايضا يعمل بلا انترنت يعني اوف لاين. كمان عاملينها بطريقه اللي ما عنده انترنت بيقدر يشتغلها او يشتريها كسي دي معين، او بينعمل له داونلود قبل بوقت وبيبقى عنده. مزبوط، هيدي مع الاتفاق مع المدرسه ساعتها بنشتغله، يعني نحن سهلناها للمدرسه بحيث يقدر يوصل لجميع الاساتذه والطلاب بنفس الوقت، وحاليا عم ننشره بالمكتبات، يعني ايضا هناك دي في ديز خاصه باصحابنا بيقدروا التلاميذ كمان يتدربوا على التمارين والافكار الموجوده بقلب الدي في دي. ف بالصف المعلمه بعد ما تشرح فيها تراجع الدرس وتعمل تطبيقات وتنفذ التطبيقات مع التلاميذ بقلب الصف، وطبعا هناك مشاركه جميله جدا، وبشوفي قد في حماس خاصه مع استخدام الوسائل السمعيه والبصريه. صح. هناك في تفاعل، والالعاب اللي بتجي، الالعاب لما اقصد بالالعاب هي العاب تربويه بحته، ولكن تعرفي التفاعل مع اللعبه بيكون يختلف عن التطبيق اللغه العربيه، فتفاعل جميل جدا واصداء فعلا حلوه بالصف. فبتطلب منه المعلمه انه يحلوا هذا التمرين بالمنزل، او يمكن تجيب يمكن على نسقه بالامتحان، فبتلاقي من بالبيت كلهم عم يستخدموا الموقع، وفينا نعرف انه شو عم يشتغلوا بالبيت. يعني المعلمه في عندها مثل تراكنج سيستم، فيها تراقب تحركات الطالب. كمان
الهدف التربوي فقط وليس هدف آخر، مش تجسسي أبدا. لأنه نحن بنشوف أداء الطالب كيف، وطبعا فيها تلمس ضعف وين بيصير عند الطالب وتشتغل على أساسه، لأنه بيكون في مقارنة بس هي واحدة المعلمة فيها تشوفها بينه وبين أترابه وبين زملائه، بحيث فيها تشوف الضعف وين مقارنة بالوقت، يعني قد استثمر وقت هو عم يحل هذا التمرين، ففيها تشتغل على أساسه المعلمة بال بعدين على صعيد فردي صارت يعني كمان عم تتعرف على كل طالب لحاله مش بس كمجموعة مثل ما بتتعرف عليهم بالصف. مع الإشارة كمان إنه الموقع لا يهتم فقط بالمنهج اللغة العربية، ولكن يهتم بأمور أخرى محببة عند الطالب، اللي هي مثلا معلومات عامة، نشاطات منوعة، عالم إدارة الأعمال على نطاق مصغر، يعني ليتل انتربرينورشيب عم نحكي، بتعرفي هلا عصر الانتربرينورشيب. فنحن اشتغلنا على مهارات القرن 21، أردنا إنه نربي التلميذ أونلاين بحيث إنه هو يتعرف على أمور أخرى تحت مظلة اللغة العربية باستخدام اللغة العربية، من خلالها بيقدر يتقوى ويقدر يتآلف مع اللغة العربية ويقرأها، بيقدر يسمع الجملة ويقدر يرجع يعيدها من ناحية معينة. فبهالناحية هي اطمننا انه هو فات على موضوعات بحبها ولكن تحت مظلة اللغة العربية. صح. وطبعا كل هالموضوعات عندها ألعابها وعندها كمان تفاعلها مع الطالب بحد ذاته. طب هون عم نحكي كنا يعني للصف للصفوف الابتدائية، يعني وصلنا بس للمرحلة للصف الخامس سادس. يعني او السادس، يعني بس يفوت بالسادس، يعني من بعدها كمان عنده مراحل ثانيه يعني بيطلع اكثر باللفظ؟ لا، هو الموقع بس بيختص للمرحله الابتدائيه بس. لانه هدفنا فعلا نغير، نحدث تغيير ونغير هذه الفكره السائده عن اللغه العربيه، انه لانه هذه هي المرحله اللي بنؤمن فيها انه هي اللي حيتاثر من خلالها التلميذ. بالنسبه لنا يمكن بعدين يلاقي مراجع اخرى تقدر تساعده، ويمكن للمستقبل نشتغل على هالمراحل المتقدمه، ولكن حاليا عم نشتغل على المرحله الاساسيه حتى من ناحيه بتعرفي اللي غير الناطقين بها، يمكن في كثير لبنانيه بالمهجر عندهم اولادهم بيحكوا اجنبي بس ما بيعرفوا يحكوا عربي. صحيح. او عربي مكسر، فكمان ساعدناهم من خلال المستوى الاول اللي غير الناطقين بها، وهلا حاليا المستوى الثاني عم ينجز وينتهي، ساعدناهم انه يقدروا يتعرفوا على اللغه العربيه ويتالفوا معها عبر الاستعانه باللغه الاجنبيه. هناك في مقارنه ومقاربه بين الاثنين ايضا، يعني في اذا بدك تالف لا اللغة العربية تعود عليها ويحبها أكثر وأكثر. فإذا صار موجود بكل المدرسة بكل المدارس، يعني على صعيد حاليا عم ينتشر شوي بالمدارس، والأكثر عم ينتشر كمان بالعالم العربي، يعني كمان. العالم العربي كثير عم يطلب موقع أصحابنا بطريقة عم يحبوه، يعني بتعرفي عم يتعرفوا على أفكار جديدة وثقافات جديدة، والجميل بموقع أصحابنا إنه بيغيروا شخصية لباسهم حسب لباس التراثي للبلد، يعني هو كاستمايز بده يكون فبيتالف مع اي بلد واي شخصيه ممكنه. وهيدا الحلو، هيدا كمان الملفت بهالموقع، وفيهم يفوتوا على الموقع على www.alaashabuna ان كان بي او يو ان اي او بي او ان اي. صحيح مظبوط. هون هلا رح يشوفوه كمان المشاهدين على الهواء لحتى يقدروا يفوتوا وينزلوا هون بي او ان اي. صحيح او بي او يو اذا مش بي او يو ان اي، يعني بالفرنسيه وبالانجليزيه كتبناها لحتى مين ما كتب اصحابنا يقدر يشوفه. فاذا كمان كل الاشخاص اللي حابين يحصلوا عليه على سي دي بيقدروا يحصلوا عليه من كل المكتبات بلبنان. حاليا عم ننتشر بالمكتبات حاليا. نعم. من مطلع الاسبوع الجاي بنكون بالمكتبات وخارج لبنان ايضا ان شاء الله. صحيح. على كل الاحوال اكيد مشروع كثير مهم وكثير اساسي، ولازم واحد دائما يفكر فيه، لانه فعلا واحد لازم يجهز الاولاد من هن وصغار وما ياخذها ويعتبرها انه هي من المسلمات لانه هي لغتهم الام. صحيح. لانه اذا ما واحد ركز عليها بتضيع. صحيح، بتضيع وممكن تندثر للاسف اذا ما عرفوا يركزوا عليها ويحافظوا عليها بشكل صحيح. ضحى شكرا كثير لك، يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنتابع معكم بعدين كمان بالمراحل الاكبر لما بيصيروا بيطلعوا اكثر على الصفوف الاعلى من الصفوف الابتدائيه. واهلا وسهلا فيك. شكرا، ميرسي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع رشه ملح، وايضا رح يكون معنا عامر بأينو، خليكم معنا.